يا جماعة كيفكم؟ إن شاء الله بخير. طبعاً يا جماعة أكتريكم عاد تسألون وعاد تكررون السؤال لما أني أفتح لايف على التيك توك. وبالنسبة للتيك توك قبل لا أحكي، اللي حابب يشوفنا لايفات على التيك توك أحط لكم رابط التيك توك بأول تعليق مثبت، أو أحط لكم الرابط موجود بالوصف. كل ياكم عاد تسألون يا أبو عبود صار بم عبود ما خلفت، ليش مو عتصورون؟ اول شغلة صاري تقريبا يومين ثلاثة مريض، يعني قاعد مصدع خالص. شكو لله شلعت درس العقل وعاد اصلح دروسي، فلما شلعت درس العقل صارت معي سخونة والتهابات، ما عاد اقدر اكل شكو لله. وعبود ومهدي داروا بالهم علي وزعلوا علي. مضبوط وين ايدك بابا؟ يا عمري يا عمري يا عمري بابا اعطيني ايدك. اوكي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. طبعا يا جماعه معبود صار لها تقريبا لسه لها يومين او يوم واحد تدخل، يعني تخلص شهرها كامل، وما نعرف لسه على البنوته مو كانها مو ناويه تجي، وكانها حاسب بالبرد عصيانة. قلت عبودة عصيانة بطن ماما عصيانة بطن ماما وهي عترفس ماما عترفس ماما وكل شيء وكل شيء وحد خرمشة بطن ماما خرمشة بطن ماما وطلع السرح هنا لا ولو والله أسف حيجلكم القصة كاملة. أسكت يا سلامة، حتى تحكي القصة كاملة ما يصير تسرب ليش معلومات. مو قصة أنا أحكي لهم البنت. خرمشة امه؟ ايه والله البنت رزيلة باين عليها رزيلة مو؟ بس تسين ما عاد بدنا اياها بس تسين نعطيها اياها لا جماعة الجماعة ما ايوه تصريح هام من مهدي يا جماعة. ايه عيقول ما عاد بده اياها بده يعطيها ده ما كلع اختي ده صارت قانون واحد ما يقلع واحد يقلع. طول بالك طول بالك طول بالك يا عبود. انت بدك اختك ولا لا؟ بدي اياها. وانت نعطيها الجماعة. شايف لما خرمشت وانت انا بدي اياها. انت ايش بدكم منها؟ شو تسايبها؟ اذا ما بدكم اياها لا تلقولها، اذا بدكم اياها لقولها. ايش علي؟ يعني انت تربيها وتدللها؟ ايه انا معبود اصلا معبود. عندك حق حليب تجيب؟ ايه. عندك حق حفوضات؟ ما عنده لا سيبك فاضي اقعد اقعد اقعد. قلت مهدي لسه بدنا نحط مصاريف وهيج بلاها. قلتك مزبوط نعطيها الجماعة خلي يربوها. استنى شو بدنا نسوي بها؟ اجابك بين مصاريني. مصارينك وين؟ مصارينا؟ استنى مصارينك هنا بطنك. مصرياتي قول مصرياتي مو مصاريني. مصاريني افرجيك مصاريني. لا تجيب خلاص نعرف هي عندك 10 ليرات فضحت نواني اعطيتك اياها. من اعطى العشرة يا مهدي؟ انا من انا اخذتها انا اعطيتها. لا انا صار عندي. بالله عليك من اعطى العشرة؟ الحزة مهدي قرار نهائي. تعال اعطيني 5 دقائق. قرار نهائي طول بالك قرار نهائي. نخلي البنت ولا نعطيها الحدا اذا جت؟ نفسح تمزح؟ ايه شنو بدك اياها؟ اياها وربيها واسيب لها حدا حليب واسيب لها شيء بس تصير كبيرين هي تسيب لها واسيب لها حدا اسيب لها ببرونه اسيب لها ندحة قام لحليب. ايوه واسيب لها سندات الببرونة. شو كنت تسولف يا الله دخيلك؟ انت شو بدك ولدي؟ شو بدك؟ خلاص ما بدي شيء. بس عيبتك مش بابا من هنا يقول حزبون فلتان. وبالفيديو السابق يا عبودة بابا ده حق كلياتهم بالفيديو هاجموك قالوا لي يا ابو عبود انت لازم تربي عبودة وعبودة صاير ما يرضى بنصيبه. شفت بالفيديو لما لعبنا باللعبة عرفتها؟ بس انت صريحة شلون
بالك يوم لعبنا باللعبة. ايه. يوم لعبت انا اياك مقابل بعض وانت قلت لا بدي مكعبات لي شوكولاتة وصرت تبكي. ما يصير. هاجموا كلياتهم يقولون لازم يا عبودة لازم تصير قنوع وتقتنع بنصيبك. مو تضل تزعل وتكاون وتبكي. بس يا جماعة بس. اول شيء عبود لساته تغنون من حقه يتدلع وعادي لساته طفل شوي شوي يتعلم ويا عبودة لازم تتعلم هتصلي يعني تصلي هي انا اعرف صاي عبودة ومهدى يصلون يا جماعة صاروا يصلون وما شاء الله يفوتون على الحمام يتوضون ويجون يصلون معايا نصلي جماعة مع بعض وصايرين وحافظين انا ما اروح على الحمام افتح وعبودة ومهدى حافظين سورة الاخلاص والفاتحة انت ايش حافظ سورة الاخلاص والفاتحة كفو وانت كمان انا سورة الاخلاص سورة الاخلاص والفاتحة شايفين سمعنا تسمعنا كوننا طالعين فيه سمعنا سورة الاخلاص يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قل الله واحد هاي سورة الاخلاص قل الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم كفو سمعنا سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. يلا مهدي يلا سورة الأخلاص يلا قول الله واحد إيه. يلا. لا تعلمني. إيه ما راح أعلمك يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم. قل هو الله واحد. تفضل يعني تفضل. لا تعلمني قالوا يلا قل هو الله واحد. تمام. تفضل. قل هو الله واحد. ايه ما راح اعلمك يلا يلا تفضل يعني تفضل بسم الله الرحمن الرحيم السنة قاعد تضحك ايه ما انا قاعد تقول يلا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله واحد هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد بابا عبود لا تعلموا لم يلد ولم يولد لم يكن كفوا احد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم العظيم عبود حافظه بصم بس ما دي محافظه كامله يا جماعه داني داني نحقد الداني يلا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله ما خربطتك والله ما لا خربطتك انا هذا علمك مو عنده خربطتني لك انا هذا علمك مو علمتني والله لا كان عنده صحه لك عن صحه انا صفر ونص وعامل هيك ما يقدر يساوي شيء ما يقدر يساوي شيء عبود كفو عليك شاطر وطبعا يا جماعه يلا يلا حبينا بهذا الفيديو نوضح لكم ونقول لكم ان السبب ليش ما نصور صرنا يومين اول شغله كنت مرضان ودرسي مثل ما قلت لكم شل درس العقل والتهاب عند الدرس وحتى اكل ما قدرت اكل وبالنسبه لام عبود والله ما نعرف ايه ما تخلف لانه مو قد صار لك الساعه شربت ايام 99 بتخلصين شهرك 9 لا تو قلت يومين لسا عليش 9 ايام تخلصين شهرك ايه 9 ايام العشرة الشهر العشرة الشهر
العشرة الشهر لتخلص شهرها. أنا شلون قلت لكم والله يومين تخلص شهرها. يلا خربطنا، باقي لها 10 أيام وتخلص شهرها. وادعوا لها الله يهون عليها وإن شاء الله عن قريب تخلف. وطبعا لهينا وصلنا نهاية الفيديو، وإن شاء الله يكون هذا آخر فيديو. الفيديو الجاي نجيكم ونقول لكم إن أم عبود خلفت ونفرجيكم البنوتة الحلوة. ولهين وصلنا نهاية الفيديو. هاي مصاري، هاي عنده مصاري شايفين. لا تنسون لايك في الدرة. لهين وصلنا نهاية الفيديو. أتمنى أحبكم. لا تنسون باللايك بالاشتراك. تحية الدلاس ونحبكم. وبوم.